تفخر حضرتك طبعا. هو اعرف بيك احمد بكي. حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ 64 سنه. حضرتك نازل بدري النهارده قبل الامتحان تفتح عشان اخد دوري ان شاء الله في اللجنه الانتخابيه. تحب تقول ايه للناس بالنسبه للمشاركه؟ كل واحد لازم ينزل يشارك ويقدم صوته ويعمل اللي عليه عشان نشوف